ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والذي نفسي بيده. وهذا كثيرا ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنفسه بأيدينا من؟ الله سبحانه وتعالى. قال: والذي نفسي بيده. ما تواد اثنان، يعني ما تحاب اثنان وتصادقا وتصاحبا وتآلفا، ما تواد اثنان فيفرق بينهما، يعني فرق بينهما، حصل وحشة بينهما وتدابر وقطيعة، إلا بذنب يحدثه أحدهما. أبدا، هذا حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما تواد اثنان وتصاحبا وتزاملا وتصادقا وتآلفا وتوادا ثم تفرقا إلا بذنب، إما منهما أو من أحدهم، إما منهما أو من أحدهم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا بذنب يحدثه أحدهما. وهذا الذنب إما أن يكون حق لله عز وجل حرمه الله عز وجل، وإما أن يكون حق للمخلوق، كغيبة مثلا أو نميمة أو حسد والعياذ بالله، أو شيء من هذه الأمراض، خاصة أمراض القلوب، فيفرق بينهما، نسأل الله العافية والسلام.